بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. موضوع إنكار وإعراض الأمم عن الوحي الشريف دي قضية قديمة حديثة اهتم بيها القرآن الكريم وتناولها كتير جدا من خلال ما قصوا علينا من قصص الأنبياء الكرام، وختاما بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قضية تكذيب يعني الأمم لأنبيائهم ولجميع رسلهم من أو يعني كل ما قصه القرآن علينا في قضية إنكار هؤلاء للوحي الشريف. فعرض القرآن أو تم عرض هذه القضية في القرآن الكريم لأهداف عدة، منها بيان لتاريخ الدعوة، دعوة الرسل الكرام إلى توحيد الخالق العظيم، وإزاي كانت بتقابل هذه الدعوة بإعراض الكثير من الأمم وعدم الانقياد والاستماع لما يقوله لهم الرسل الكرام. وفي نفس الوقت عرض واهتم القرآن الكريم بهذه القضية عشان يعرض لنا نموذج من أنواع البشر اللي بتنكر الحق البين الواضح، وبيتناول القرآن الكريم لهذا النموذج البشري كثيرا وبينوه إلى هذه النماذج البشرية التي تنكر الحق، لأن موضوع إنكار الوحي التكذيب بالوحي ده درجات، زي ما قلنا قبل كده من فترة لما بدأنا في مسألة الرد على إنكار السنة أو إنكار وجود السنة، وقلنا أن في درجات لإنكار الوحي. أقصى صورة في مسألة إنكار الوحي هو الإنكار بالكلية لما أقصى صورة هو الكفر، لأن ده إنكار بالكلية لما أرسلت به الرسل الكرام من عند رب العالمين. فحينما يقص علينا القرآن الكريم في القصص أو في غير القصص وينبه إلى رد فعل الأمم في تلقي الوحي عشان يبين للمؤمنين إن الوحي له أعداء في كل زمان، فينتبه أهل الإيمان لأنه ضعف النفوس ينساقه
ويصدق هؤلاء فيما يدعون وفيما يقولون. لكن القرآن بيدينا الومضات والقضايا والموضوعات المهمة اللي حيلقاها المؤمنون في أزمنتهم العديدة. في كل جيل بيجي صور في إنكار الوحي وأشكال كتيرة في قضية إنكار الوحي، يعني مش بس فقط إنكار المشركين والكافرين المخالفين لنا في الاعتقاد للوحي، بل إحنا قد نرى حتى من بعض المسلمين تحت دعوة أو دعاوى التنوير وخلافه. فقوله تعالى وإن يكذبوك، هذا التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من عند ربه، أقصى وأعلى صورة هي الكفر به، لكنها درجات التكذيب بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، درجات ليها زي ما قلنا قبل كده صور في عالمنا المعاصر. ما زال يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب سنته، ويعمل أعداء الوحي على إن هم بيشككوا المسلمين فيها، وبيشككوا كل من أراد أن يدرس هذه السنة اللي هي الوحي الثاني فيشككوهم في هذا. وكل مكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب حاله، لأن زي ما قلنا درجات وصور. هناك المنكر التام بالسنة النبوية، مكتفي بس بالقرآن الكريم ويقول لك إحنا القرآنيين ملناش علاقة بالسنة. وهناك من يشكك، يعني صنف تاني بقى بيشكك في نسبة الأقوال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس توثيقا وإنما تشكيكا، يعني إن هو مش عشان يبحث في مدى صدق المروية أو مدى صحتها من صحتها أو عدم صحتها، لا، المسألة بالنسبة له لا، الكلام ده ما يقولوش، الكلام ده لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل كده بيقول هذا الكلام دون رجوع إلى ضوابط علم الحديث ليستطيع من خلال هذه الضوابط والقواعد الحديثية في علم أصول الحديث فيدرس يعني المتن والسند، ويشوف نص الحديث واللي روى الحديث ويبحث في صحة الحديث من عدم صحته، لا، بيتكلم كده دون رجوع إلى قواعد ومنهج علمي في مسألة ضبط الكلام الذي يقال. هناك برضو أنواع من الناس بيشتبه عليها تأويل وفهم بعض الأحاديث الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعمل إيه؟ يوهم للناس بالطعن في السنة. ده صورة من الصور اللي احنا بنشوفها، وهناك من هو مأجور على فعل ذلك، وده كله من قبيل تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا وإحنا دايما بنتناول هذا الموضوع أو من خلال عرض هذا الموضوع وهذا الطرح، إن إحنا زي ما بنذكر دايما نفرق بين، عشان ما يتقلش أنتم مش عايزيننا نبحث، أنتم مش عايزيننا نقرأ، أنتم مش عايزيننا نراجع، لا، لازم نفرق بين حاجتين إن كنت صادق في دعواك يا من تقول ذلك. نحن نفرق بين طالب العلم المتخصص اللي ليه منهج في البحث العلمي، المنهج ده بيوفر له مراجعة دقيقة لأنه عايز يسعى إلى توثيق الحديث الشريف عشان يتأكد، عشان يفهم، عشان يتعلم وينهل من هذا العلم العظيم. فارق كبير بين باحث جاد درس وتخصص وأتقن والتزم المنهج العلمي في البحث والتنقيب والتحليل والبيان والشرح، وعشان يقدر إنه يفهم ويصل إلى تأويل معنى الحديث، لأن ده غرضه العلم، مش غرضه التجارة، مش غرضه الدس على الناس، مش غرضه تشويش الناس، مش غرضه أجندات معينة، لا، ده غرضه بحث علمي. ده صورة غير الصورة التانية اللي غرضها التشكيك والطعن تنفيذا لمن يسوقهم ويقودهم، ممن يصرفون الشباب عن التعلم الحقيقي والبحث الجاد اللي هدفه الفهم، اللي هدفه العلم، مش هدفه الطعن والتشكيك. وده يعني ينقاد في كل المضامين العلمية والحياة الاجتماعية. أكرر، إن من ظن هدم السنة هدفه الحقيقي، مش هدم السنة، هو هدفه الحقيقي هو الطعن في القرآن الكريم، لأن الرجال الذين حملوا في صدورهم وكذلك في صحائفهم القرآن الكريم غضا طريا إلى أن وصل إلينا، هم أنفسهم من حملوا في صدورهم
وصحائفهم القرآن الكريم. اللي حملوا القرآن هم من حملوا كذلك السنة النبوية المطهرة. من قام بحفظ ذلك القرآن الكريم قام كذلك بحفظ السنة النبوية المطهرة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة العرب للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقضى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فترة الدعوة بتاعته الطاهرة معلم موجه مطبق، يعني قدوة بين الصحابة، قدوة مباركة بين الصحابة الكرام. فكان زمن النبوة الشريف يعني مرحلة تعليمية تطبيقية تأسيسية، يعني هي كانت أساس علمي منهجي لبنيان الحضارة الإسلامية العظيمة اللي جت بعد كده، اللي غيرت وجه التاريخ عن طريق ما أمدت به الدنيا أو ما أمدت به الحضارة الإسلامية المجتمع الإنساني من ذخائر ومواد حضارية علمية ثقافية اجتماعية متنوعة وثرية يفيد منها العالمين في شتى مجالات الحياة. زمن النبوة الشريف هو زمن التأسيس، تأسيس في كل شيء. يعني لما يجي النهاردة حد ويقول لا لا لم يحفظ العلم في القرن الأول ولا في زمن النبوة، ده ابتدوا في القرن الثاني والثالث، أرجع أقول جهل وعدم إدراك للتطور الطبيعي للعلوم، التطور الطبيعي اللي كان في حفظ الله ورعايته، اللي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بمهمة البلاغ عن الله، حفظ كلامه وحفظ هديه صلى الله عليه وسلم. كانت حقبة الزمنية اللي هو في الزمن النبوي الشريف اللي لا تتجاوز ربع قرن من عمر الزمن حتى وفاة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح الفترة دي كما تراها عدد السنوات والأيام والليالي، لو أنت بحثت بدقة ودققت النظر في هذا الزمن الشريف هتجد نفسك أمام مدرسة النبوة المعظمة اللي بتربي جيل جليل، جيل بيشرف على تربيته وعلى إخراجه للعالمين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون بين يدي هؤلاء ما علموا أو ما علمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الجيل الكريم، الصحابة الكرام اللي كانوا بيتعلموا في المدرسة النبوية المعظمة مواد علوية قدسية، القرآن الكريم اللي كان بيتعلموه بيحفظوه بيدرسوه بيفهموه، وكذلك الوحي الثاني وهو السنة المطهرة اللي كانوا بيتعلموها واللي كانوا حريصين قوي على تلقي الحديث من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومش بس حرص على التلقي، لا، والتوثيق حفظا في الصدور وفي السطور، وتحقيقا مع من يأخذون منه الحديث إذا لم يستمعوا إلى الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخدوه من بعض ويتأكدوا ويراجعوا مع بعض ويعملوا مجالس مع بعض، يحفظوا ويسمعوا لبعض، وانت سمعت ده وانا سمعت، واللي كان منهم مشغول بيتناوبوا زي ما سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحكي، وهكذا. كل ده من عناية الله العظيم للسنة النبوية المطهرة. الحقيقة انه العهد النبوي الشريف مدرسة علمية تطبيقية لا مثيل لها في العالمين، تلقى فيها الصحابة الكرام القرآن الكريم جنبا إلى جنب مع السنة العطرة، وكان الصحابة الكرام متجاوبين جدا مع الوحي الشريف، ياخدوه ويسارعوا إلى تطبيقه وتنفيذه والعمل بما جاء فيه والحفظ على مباني الألفاظ والقيام بمعانيها. إذا احنا دققنا النظر بتجرد، مش بنخدم وجهات نظر تريد بنا الهلاك، إنما أنا أما أكون باحث علمي، كل ما الباحث العلمي، يعني طلاب البحث العلمي، كل ما الباحث العلمي بيكون متجرد بيضع البحث
الحقائق العلمية قدامه وبيطبق إنه يفهم من خلال المنهج، ضوابط المنهج اللي بيختار إنه يشتغل بيه على المادة العلمية. والمناهج العلمية دي معلومة مش بس في مجال الدراسات الإسلامية، في سائر الدراسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كل أنواع العلوم والمعارف لها مناهج علمية. يجي الباحث يمسك المنهج والمادة العلمية يجتهد ويسعى بتجرد، ما عندوش أهداف. لو إحنا دققنا النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج منهج حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم وأساليب الحضرة الشريفة الرائقة في التوجيه وفي التربية، مع التأمل الواعي في علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام ومدى التفاعل والتجاوب، تجاوب هؤلاء الكرام الخلص مع مربيهم الأعظم الرسول الأعظم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومدى التلقي الجاد للمادة اللي بيتعلموها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، علمنا اللي بيدقق كده في السيرة بتجرد، علمنا عظم ما تعلموا رضي الله عنهم، وفي نفس الوقت نطمئن إلى مصير العلم اللي تلقوه وشاركوا في تطبيقه في زمن النبوة الشريف. وحننتهي بلا شك إلى حتمية وجود السنة وسائر السنن الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تعلم الصحابة الكرام واتربوا وتوجهوا على إنه هذه السنة هي لتوجيههم وتزكية نفوسهم وتنقيتهم، وإنهم الجيل اللي حيحمل هذا العلم لمن بعدهم. عشان كده هم فازوا رضي الله عنهم، فازوا بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفازوا بأنوار قدوته، اهتدوا وتعلموا. ومن أنواره صلى الله عليه وسلم نهلوا، لأنهم امتثلوا إلى ما أمرهم، امتثلوا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إن هم يقوموا به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: العلماء ورثة الأنبياء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، الصحابة بيحفظوه في الصدور وفي السطور، الكتم بينهم يكتبوا، والحفظ يحفظوا، والشاهد يبلغ الغائب. وبعدين المعنى ده يتحول إلى مجالات للتنفيذ والتطبيق في الواقع، المجتمع النبوي الشريف، الصحابة فيما بينهم. فلما يسمعوا هذا الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، ده توجيه ليزدادوا في طلب العلم ويزدادوا في السعي للعمل به، عشان يوفقوا إلى أسرار العلوم والمعارف، إن الإنسان يطبق اللي بيتعلمه، إنه يعملوا به، وإن هم يتعلموه ويعلموه. بل كمان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على احترام العلماء واحترام كل إنسان في مكانه حتى لو اختلفنا معاه، ومعرفة حق كل إنسان حتى لو خالفناه. فالنبي بيوجهنا إلى الآداب اللي لابد المؤمنين يتحلوا بيها، عشان لما يختلف المؤمن مع المؤمن ما يتحولش اختلافه إلى إساءة أدب يسأل عنها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي، يعني مش ماشي ده على الطريقة المحمدية المهدية، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فبيبتدي ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانة العالم، وإنه لابد أن تصان مكانته. العالم بحق، العالم بحق الذي رجا الله بعلمه، الذي لم يطلب الدنيا بعلمه. يبقى العالم ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انتبه حتى تسير على الطريقة المحمدية، أن تعطي لكل إنسان في مقام، تحافظ على مقام كل إنسان حتى وإن إنك اختلفت معاه. وينبهنا إنه للعالم نصيب عند الله عز وجل من الأجر العظيم، بيشاركوا فيه طالب العلم ليه نصيبه برضه، يعني العالم الذي يعلم وطالب العلم المتفقه الذي يطلب العلم
الاثنين هو كمان المتفقه الذي يطلب العلم لنصيبه زي ما للعالم نصيب. وهو بيأسس كده لدفع الصحابة إلى تلقي العلوم والمعارف، وإنه حتى لو اختلفوا في أي شيء يصون كل إنسان، لابد أن نصون الكبير في مقامه، وأن نرحم الصغير لصغره، وأن نعرف لأهل العلم حقه. لأن المؤمن ده حاله أدب رقي، مش دون ذلك. إنما الإنسان الذي يسعى وراء ذلك ده حاجة تانية، ليس منا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعة الحياة أن يكون هناك خلاف واختلاف. طالما احنا خلافنا واختلافنا قائم على أسس علمية منهجية معلومة، خلاص تناقشني بالعلم وأناقشك بالعلم، بس إذا كنت أصلا من أهل العلم، مش مدعي إنك من أهل العلم. إنما الناس بقى بتدخل تبص تلاقي الفئة التعبانة دي بتدخل في السب والشتم وإساءة الأدب والطعن في السنة والطعن في كل ما هو محترم عند الأمة، لأنه ما عندوش هدف علمي ثابت، ما عندوش قضية حقيقية. هو بيتاجر، عايز يعمل مفكر وعايز يعمل تنويري وعايز يعمل ويهز نزعزع المجتمع، والله أعلم من وراء هؤلاء لزعزعة المجتمع، لزعزعة الأمة في مرحلة حساسة هي فيها قضايا كبرى لابد من الالتفات إليها. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف يكون الخلاف والاختلاف، ويعلمنا كيف يكون الاحترام فيما بيننا، ويعلمنا كذلك عشان بس ما يتقالش إنه إحنا بنوقف الناس إنها تبحث وإنها تسعى وإنها تتعلم. لا، يتعلموا في المعاهد العلمية، مش قاعد في بيته ويقول لك أنا قريت كتابين وأنا وصلت. يعني إحنا هنقفل بقى المعاهد العلمية والمؤسسات اللي فيها تخصص عشان واحد طالع النهاردة يشكك في كل ما هو ثابت معلوم عملت به الأمة أجيال وقرون. وفي نفس الوقت في ظل هذه الأمور بنوجه وبنرشد أنفسنا والآخرين. الاختلاف سمة طبيعية في الحياة، لابد أن تكون على أساس من الاحترام والتبادل في هذا الاحترام، لكن لا أن يسعى الناس بهذه الصور، إنك أنت النهاردة تقوم تيجي تشكك في العالم الفلاني وبعدين تقوم تشتم فيه والفقهاء الأربعة مش عارف مالهم إزاي، يبقى على طول ده ليس من أهل العلم. أهل العلم غير، وأهل الإيمان حاجة تانية. إذا اختلفوا اختلفوا بأدب، وإذا اختلفوا عرضوا القضايا العلمية بدقة وبتأني، ما عندهمش عصبية وتعنت. ليه؟ لأنه ثابت. أصل الحق بيعمل ثبات عند الإنسان، ما بيخليهوش كده منفعل على كل، لأنه التاني مهزوز، الأساس مش قوي، فمطيور، عايز يعمل أي حاجة، عايز يزعق، عايز يغطي يشوش ويرمي كلمة، والناس أغلبها مش متخصصة في ده، مش دارسة ده، فيهز كثير من الناس. لابد ان احنا، لذلك احنا حرصنا وقفنا سرنا مع التفسير، لكن وقفنا مع هذه القضية، هنقف معها بعض الوقت ونرجع تاني لرحلتنا في تفسير القرآن الكريم، فهي رحلة مباركة. وسبحان الله ان واكب مثل هذه او ظهور مثل هذه القضايا الوقوف عند تأويل وتفسير قول الله تعالى وان يكذبك، لانه التكذيب عشان يظهر وعشان يؤكد الحق بالحق، بانه التكذيب ما زال موجود، ومش شرط ان التكذيب يكون من غير المسلمين، قد يكون من المدعين من المتأسلمين وما اكثره، واتجاهاتهم كتير، اما متشددين واما مش عارف يقول لك متنورين، والاثنين طرفي النقيض، والوسط والاعتدال هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع التأسيسي الاول في هذا المجتمع الراقي في زمن النبوة بيأصل لقضية العلم والتعلم، لأن هو ده حل كل القضايا. لابد أن يكون هناك عناية بالعلم، عملية العلم والتعلم. ويزكي النبي عليه الصلاة والسلام المعاني ده، بيقول لك العلماء ورثة الأنبياء، مش بس العلم الشرعي، كل العلم. طالما تجرد الإنسان في طلب العلم لله وإنه ينفع الخلق بهذا العلم الذي تعلمه، وفي نفس الوقت بيسعى ومش شايف نفسه انه عنده علم، طول ما هو بيتعلم ما شفتش عالم قال على نفسه انا عالم،
أهل العلم اللي بحق يقول لك أنا ده أنا لسه بتعلم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل اللي مش عاجبهم كان بيقول أنا مع المحبرة حتى المقبرة، يعني أنا طالب علم لآخر دقيقة في عمري. هكذا حال أهل العلم. فيجي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبوية، زمن التأسيس لهذا الجيل اللي أسس منهج علمي تطبيقي، عشان يجي بعد كده أهل جهل ويقول لك ما كانش فيه علم. إزاي؟ كل اللي جه بعد كده كان أساسه القرن الأول، مجتمع النبوة. ويقول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام العالم والمتعلم شريكان في الأجر، عشان يدفع بالعملية التعليمية إن نرجو الثواب من الله تعالى سبحانه وتعالى، وإنه العالم والمتعلم الاتنين شريكان في الأجر، في أجر تعليم العلم وفي أجر كذلك تعلم العلم. فيدفع النبي بهذا المجتمع إلى أن ينهل من أنوار النبوة. يبقى مجتمع تأسيسي قام على أساس العلم والتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. طب إيه اللي عرف الحيتان؟ رب العالمين أوحى لهذه الحيتان في البحار، أسماك البحار ده، تستغفر للي بيعلم الناس الخير، عشان يدفع في مجتمعه بمن لديه هذه الطاقة لطلاق إنه يتعلم ويستزيد من العلوم ويعلم. فأسست هذه الأنوار المحمدية في زمن النبوة الشريف في وجدان الصحابة الكرام وفي كل الأجيال اللي جت بعدهم قيمة طلب العلم وقيمة تعليم العلم بتجرد وإخلاص لله تعالى وطلبا للحق والتماسا للهدى واستقامة على أمر الله تعالى. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا الحبيبة أن. مرحبا بالجميع، كل سنة وحضراتكم بألف خير وسلام. ونبدأ أن احنا ناخد أسئلة حضراتكم، بس لكن نذكر الأول بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا. نستقبل أسئلة حضراتكم عليها، بنجاوب على الأسئلة كل يوم أربع. إحنا بنذكر حضراتكم، بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء. من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، وقدر الطاقة بنجاوب أو بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربعاء بيكون مخصص للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة، والإجابة بتكون يعني واخدة حقها، فيها سرد للأدلة بشكل تفصيلي أكثر، مع عرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. معانا يا أستاذة هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحت يا دكتورة أنا عندي سؤالين. اتفضلي يا ست الكل. أنا سمعت الشيخ بيقول يعني قراية الفتح للرسول حرام. ما ينفعش ان انا اقرا الفاتحه يعني للرسول. حاضر. والسؤال الثاني، لما انا اجي ادعي لحد ادعي باسم الاب ولا اسم الام؟ يعني عايزه فلان ابن فلانه او فلان يعني؟ حاضر. ومعلش ادعي البنات لصالح الاحوال. حاضر. حاضر يا ست هاجر. شكرا. شكر الله لكم. يا استاذه اسماء. استاذه نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك؟ كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا ست الكل. الله يخليك. بعد إذن حضرتك أنا عندي أربع أسئلة. اتفضلي يا أستاذة نغم. أنا خلاص حفظتك يا أستاذة نغم، أنت خلاص صادقت البرنامج. بتقعدي تذاكري وتسألي. ربنا يفتح عليك. كتر خير كتر خير. اتفضلي. لا ده بالعكس، احنا سعداء. السؤال الأولاني. الله يخليك يا حبيبتي. اتفضلي. السؤال الأولاني، جه في القرآن الكريم لفظ القلب والفؤاد، إيه الفرق بينهم؟ حاضر. تمام. إيه السؤال الثاني؟
سؤالي التاني، لما بدخل محل هدوم بتكون معايا بياعة تجيب لي المقاس تجيب لي الموديل وفي الآخر بتجي لي فيه النصيب، فده يعتبر رشوة؟ حاضر. ايه كمان؟ السؤال الثالث زي الثاني، لما بكون عند الجزار وعايز اخد قطايه اللي انا عايزاه فبديله فلوس، فده يعتبر رشوه؟ تمام. ايه كمان؟ السؤال الاخير، اخر خواتيم سوره البقره، بدعي لنفسي يعني بقول ربنا لا تؤاخذني ان نسيت او اخطات، ربنا ولا تحملني ما لا طاقه لي به. بتحولي الضمير بتحولي الضمير من ده يجوز ولا لا يجوز؟ انك بتحولي الضمير يعني من الجمع حاضر. ده يجوز ولا لا يجوز؟ حاضر، شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. المره دي 3 اسئله، احنا كل مره 4 و5، فين بقيه الاسئله؟ معانا استاذه يسرى. اهلا وسهلا استاذه يسرى. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. زي حضرتك يا دكتورة. الحمد لله يا ست الكل. لو سمحت يا دكتورة عاوز أخد رأيك في حاجة. مع حضرتك. بنتي بقالها 15 سنة متجوزة. ويعني جه نصيبها مع قريبها يعني. وضرب بقى وإهانة وشتيمة، جايبة 4 عيال. بس كل مرة تجيني وروحها تجيني وروحها، إنما زاد يعني زاد بكتير بكتير، ضرب وإهانة وتعليم في جسمها وحاجة وشتيمة، وهو ما بيشتغلش نايم طول النهار. وهي طبعا تقول له قوم اشتغل وهو يقوم يضربها. أيوة أيوة. حتى لو ما بتقولوش بيتلكك على أي حاجة، هو على اي حاجه، على بنتي صرخت، على اي شيء. طب مين اللي مين اللي بيصرف؟ مين اللي بيصرف يا ست يوسف؟ ابوه. ابوه اللي بيصرف حضرتك. وبنتك دي لو انت خدتيها هيستمروا في الصرف ولا هيسيبوها؟ والله احنا ما بنتكلمش في الموضوع ده. والله انا بنتي لسه عندي يعني في الاسبوع يضربها 3 مرات. يا دكتور، هو انا لسه ما سالتش حضرتك، هي بتعمل ايه معاه يعني؟ هي طبعا هي بتخاف منه موت، لدرجه ان هو قبل كده قطع شرايين ايدها 10 غرز ما قالتليش، وبقت مامته تقول وحضرتك سايباها وحضرتك سايباها لغايه ما يموتها ولا ايه؟ والله زي ما بقول لك كده يا دكتوره، قريبنا مش مشكله، قريبنا ولا مش قريبنا يعني، يجوني وارجعهم، بس انا المشكله دي خلاص انا تعبت منها. طب انا هسال سؤال، الوالد موجود ولا مش والدها؟ والدها مات، لسه ميت بقاله 9 اشهر. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز. الله يرحمه. طيب في حد من ولاد حضرتك الذكور؟ ايوه ابن خال. كبير. ايوه ابن طيب كبير. ابن حضرتك قال لك ايه؟ ما هو بقى خلاص، حتى ابوه كلمني من الامارات، ابوه حضرتك في الامارات، ابوه كلمني من الامارات وقال لي خلي بنتك عندك ما تروحهاش، تخلعيه يطلقها ما يطلقهاش، ما حدش يوشني. طيب يا استاذة يسرى، وهي بنتك عايزه ايه؟ عايزه تتطلق، بتقول خلاص انا كده تعبت مش قادره اتدرب تاني. طيب شكرا يا استاذة يسرى. حاضر، هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في رد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، نبدا في الرد على الاسئله. الاستاذه هاجر بتسال عن حكم قراءه الفاتحه ووهب ثوابها لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا ارى فيها شيء او انه يجوز ذلك، لانه اللي بيقول لك لا اصله ما ينفعش، طب ما احنا هنقول له برضو الكمالات لا تتناهى، فده انوار فوق انوار والمقامات كذلك، فتصل باذن الله تعالى ولا حرج. بتقول انها بتدعي لحد، تدعي باسم الاب ولا تدعي باسم الام، يكون باي لفظ، والله تعالى يعلم المقصد، ولا عبره باسم الاب او الام في هذه المساله. انت بتدعي لفلان والله يعلم ذلك واعلم من هو،
جل جلال الله يعلم السر وأخفى. بالنسبة للأستاذة نغم لها أكتر من سؤال، هنجاوب على سؤالين والتاني نجاوبه في حلقة الرد على الأسئلة. بالنسبة للسؤال، إنها لما بتدخل أو بتدخل محل هدوم فبتدي، أو جزارة فبتدي يعني إكرامية للعامل، هل ده بيدخل في إنه رشوة؟ اللي حضرتك بتدفعيه في محل هدوم، جزارة، أي مكان، ما دمتي حضرتك ما بتاخديش حاجة ليست حقا لحضرتك، أو أنت ما دمت لا تأخذين ما ليس لك حق به، يبقى دي ليست من هذا القبيل، إنما ده نوع من أنك يعني إعانة لا إكرام لهذا الإنسان كما حضرتك تفضلتي. بالنسبة لخواتيم سورة البقرة، وانت الدعاء فيها بصيغة الجمع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فيها جمع، فانت عاوزة تقولي ربنا لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت، لا حرج إذا حولت من ضمير الجمع إلى ضمير المفرد. الجمع أولى ليه؟ الأولى التزام بصيغة النص القرآني. ليه؟ لموافقة أولاً اللفظ القرآني، واستحضار في نيتك جميع الأهل. ما أنا لما بدعي بالخير ما أدعيش بيه لنفسي بس، أستحضر بقى جميع الأهل والأحباب والمسلمين جميعاً في الدعاء، وكل حد لما تقولي وجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات، بتاخدي بكل واحد منهم حسنة، والحسنة مضاعفة، فما تحرميش نفسك من الفضل ده، افهمي بس المعنى. أنت داخلة في الدعاء ده أساسي، لأنك أنت من تقومين بالدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت وجميع المسلمين والمسلمات. حطي بقى في نيتك كده الدعاء لنفسك ولأهلك وللمسلمين والمسلمات، حسنات لا حصر لها، لأنك ما اختصتيش بالدعاء نفسك فقط، وإنما شمل دعاؤك جميع الخلق. أولى الناس بيك الأهل والأقارب، وبعد ذلك فأي إنسان أسرة عندهم حد من الصالحين بيدعو، وبيدعو بهذه الصيغة القرآنية والنبوية الشريفة اللي فيها صيغة الجمع، بيبقى شمل الناس اللي معاه دول، لا يشقى جليسهم ولا يشقى من كان يحيا بينهم، في إنه النفحات اللي بيديها للمجتمع اللي هو فيه، هم من غير ناس تانية كده، من غير يعني ما تاخد بالها، لكن مكرمة ببركة الذكر والدعاء. إن شئت تقولي بصيغة المفرد سليم، التزمت لفظ القرآن ففيه الخير والبركة لعموم الخير فيه، لنفسك ولأهلك وللمسلمين جميعا. بالنسبة للأستاذة يسرى، يعني إحنا طبعا لما بيكون الأسرة فيها أولاد فبنقول نحاول نفكر كويس، نشوف نوجد حلول، ونفكر أكتر من مرة، ونحاول نحل ونصل لحل. وأعتقد أنه من ضمن الحل، إن يعني استنادا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إن بنتك دي تحطيه عندك في البيت كده معززة مكرمة، إلى ما يجي هو أو حد من أهله أخوها مع حضرتك يتكلموا مع هذا الزوج اللي بيضرب ليل نهار، ونقعد برضو مع بنتنا ونسمع منها بتعمل إيه. بس هو طبعا ملوش حق مطلقا، وانت ما تسيبيهاش اكتر من كده، عشان انت بعد كده يعني اللي فتح لها ايديها وخدت 10 غرز وبعدين هنستنى لما يخلص عليها عشان هي معاها 4 ولاد؟ لا، هنجيبها هي ولادها نكرمهم ونعززهم، ونقول له يا ابن الحلال، مش هنتكلم في طلاق دلوقتي، لما تبطل ضرب وتحسن معاملتها نرجعها لك. يبقى احنا كده ما سعيناش في خراب، بس حافظنا على بنتنا، ولا ضرر ولا ضرار. إنما هو ما بيشتغلش، هو زهقان، هو كسلان، هو عيان، هي أي عذر هيقوله لا يبيح أبدا إن هو يبهدلها البهدلة دي، وأنا بقى كأم قاعدة ساكتة أو كعيلتها قاعدين بنتفرج عليها. لما بنتنا تنضرب لازم تحجز، أخدها كده في بيت أهلها، وليها ياخدها، الولي اللي هو أبوها أو من في مقامه، لغاية ما زوجها ده يبطل ضرب. إنما ما نسيبش بناتنا كده بالمنظر، هتطلعوا ايه ال4 ولاد دول؟ هيطلعوا ايه؟ هتلاقوا معقدين نفسيا، اللي شايفين امهم بتنزف وابوهم بيعور امهم وبيتخيطوها 10 غرز.
لا لازم يبقى لنا موقف جد شوية، ولازم بنتك تمسك نفسها شوية وما تخافش منه. ايه اللي قريبنا يعني؟ امال لو ما كانش قريبنا كان عمل ايه؟ لابد من موقف حازم حاسم، بنتنا عندنا لغاية ما تبطل ضرب وإساءة وإهانة. لا ده هي بتعمل تسوي، كل ده هنتناقش فيه ونتكلم فيه، إلا الضرب، إلا الإهانة. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسمول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.